وانا ماما قاعدة بجنينة. صباح الخير فيروز خانم. وين كنتي من الصبح يا فتاح يا عليم؟ زرت البابا وشفت هنيك عدنان بيك. ايه شو ايه؟ حكيتي معه؟ طبعا. عن شو حكيتوا؟ احكي مثل الخلق والناس. يعني كتير بهمك الموضوع؟ خايفة نكون جبنا سيرتك بهالقعدة؟ يا ستي حكينا عليكي. هاتي لشوف شو حكيتوا. ولا شي، حديث عادي كتير. طلعي فيني إذا حكيت شي برات. ما حكيت عن شي، طمني بالك. بس حكيت له قديشك صيادة ماهرة يا ماما، لما تحط شي ببالك ما في شي بيوقفك. وقحة. حكيت له كيف تحومي حول الفريسة بكل شهية، وكيف تكوني مجهزة مخالبك ومنتظرة فرصتك لتنقضي عليها بالوقت المناسب، وقتها بتكوني عززتي أنوثتك. لا تتحديني يا سمر، أحسن ما خليكي تدفعي الثمن غالي. أنا ماني بيسان يا خانم، وتهديداتك الفاضية ما بتخوفني. ما فيك تبيعيني ولا بأي ثمن مثل ما عملتي مع بيسان. بس بدي أعرف شو اللي بدك إياه مني. أساساً أنتي مثل أبوكي، ما أنك شاطرة غير أنك تحاسبيني. هاي أنتي قلتيها، أنا بنته لمالك بيك، ونحن بسببك صرنا علكة بتم يلي بيسوى يلي ما بيسوى. أنا صرت بكرهك. هذا الشي ما بيهمني، بيهمني تبعدي عن طريقي. تقبلي تتجوزيني يا سمر؟ بقبل. ما كنت متوقع جواب مني بهالسرعة. من زمان كتير وأنا مستني هالكلمة. بتقدر بس تعطيني شوية وقت لفكر؟ أكيد أكيد، حتى تعرفيني أكثر. مشان أولادك يعرفوني أكثر. بعرف هنن قديه متعلقين فيك، فجأة في وحدة رح تدخل على حياتهم، كمان هنن لازم يقبلوا وجودي بيناتهم. طبعا هذا شيء أكيد. بالنسبة لماما ما رح خبرها بشي هلا. اعملي اللي بيريحك. رح استنى الوقت المناسب.